ألف ألف مبروك يا صلاح. ألو، ألف مبروك يا صلاح. أيوة يا كابتن إسلام، ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك، وقد إيه الفرحة كانت حلوة وحاجة جميلة جدا. إيه؟ قد إيه الفرحة كانت حلوة؟ صوتك ممكن؟ بقول لك قد إيه الفرحة كانت حلوة وجميلة جدا النهاردة. طبعا الحمد لله يا كابتن إسلام، والله اللعيبة كلها رجالة، من اول لعيب لغايه اخر لعيب اللي هو جبت عم عيد اللي هو العامل. الحمد لله، يعني النهارده كلها اللعيبه رجاله، ومبروك على السعوديه يا كابتن. مبروك يا حبيبي. هتعملوا ايه الماتش اللي جاي؟ الناس كلها منتظره برضو المباراه القادمه. نفرح بس يا كابتن اسلام الاول، وبعد كده ان شاء الله نركز في النهائي. أيوة. باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي. الف الف مبروك يا صلاح. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. مش عارف اسمعك او انت مش عارف تسمعني كويس، لكن في النهايه مش عارف اسمعك خالص. معلش، المهم الف مبروك، احنا سمعنا صوتك ونبارك لك بقى. الف مبروك يا صلاح. الف مبروك يا حبيبي. يعني العفو حبيبي، العفو، ربنا يخليك. يعني صلاح